couper tous les organes qui vont permettre la production d'œufs. Et à 100% engendre une baisse importante de la digestibilité, notamment de la lysine, qui est l'acide aminé majeur, majoritairement sur le blé également, de manière haute déjà. الملتقى المقارن في هذا السنة كان شعار تاعو دور الطبيب البيطري في التنمية المستدامة. الشعار هو الهدف نتاع الملتقى، أنه يبين دور الطبيب البيطري، ثانيا أنه يطلع المستوى تاع تدخل الطبيب البيطري في مختلف المجالات. الطبيب البيطري هو حلقه هامه وجد هامه في سلسله القضاء على الامراض المتنقله من الحيوان للانسان، والمثال تكلمت عليه اللي هو H9N2 اللي اليوم اصبحنا في سنه مثلا 2022 كان فيه 16 حاله سجلت في العالم، حالات يعني اصابات بهذا الفيروس عند الانسان. يعني فيه تغيرات في الفيروسات، الطبيب البيطري هو الحاجز الأول عشان يحمي الصحة الحيوانية ويحمي صحة الإنسان. كل من يكون الأيام تحتسية أكثر، كل من المربي يكون عنده ثقافة كبيرة على المنتوجات اللي يستعملها، لأنه اليوم لاحظوا بدينا في الإنتاجات الصناعية بأرقام كبيرة، هذا ما يخلينا لازم نحافظوا على المنتوج تاعنا ونحافظوا على الدواجن أو الحيوانات القطيع تاعنا بصفة عامة. هذا ما يعطينا حضور أكبر في الميدان، وهذا ما يعطينا منتوج أحسن للمستهلك إن شاء الله.